الفتح، حكومة تصريف الأعمال قد تستمر عاما كاملا. الحكمة، البرلمان الجديد سيباشر أعماله خلال شهر. الهيئة القضائية لمحكمة التمييز تصدر قرارا بتأييد إجراء العد والفرز اليدوي. وأهالي سامراء ينظمون وقفة احتجاجية استنكارا للعمل الإجرامي بقتل المختطفين الستة. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة سامراء، حياكم الله. قال القيادي في تحالف الفتح فالح الخزعلي الاثنين إن حكومة تصريف الأعمال في ظل الظروف التي تشهدها البلاد ستستمر عاما كاملا برئاسة حيدر العبادي بسبب خلافات تتعمق بين القوى السياسية. وقال الخزعلي إنه بعد انتهاء عمر البرلمان فقد دخل العراق بفراغ دستوري تتولى الحكومة فيه تصريف الأعمال، وسوف يستمر هذا الفراغ عاما كاملا لحين تشكيل الحكومة المقبلة. وأشار إلى أن القوى السياسية لا تمتلك الرغبة بحسم الخلافات الموجودة والمشاكل التي أثيرت حول نتائج الانتخابات، ما سيؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة الجديدة إلى وقت طويل. فيما كشف القيادي في حزب الدعوة الإسلامية جاسم محمد جعفر اليوم الاثنين عن مساع لإعادة تشكيل التحالف الوطني مجددا. وقال جعفر في تصريح صحفي إن مساعي سياسية تبذل لإعادة إحياء التحالف الوطني مجددا لتشكيل الحكومة المقبلة بضم ائتلافات الفتح والنصر ودولة القانون وسائرون والحكمة، مبينا أن التحالف سيفتح أبوابه لجميع الكتل السياسية السنية والشيعية الأخرى للإسراع في تشكيل الحكومة. فيما أكد القيادي في تيار الحكمة الوطني علي البديري اليوم الاثنين أن البرلمان الجديد سيباشر أعماله في غضون أقل من شهر، مبينا أن الأمر متوقف على عملية العد والفرز اليدوي. وقال البديري في تصريح صحفي إنه في حال أنجز القضاة المنتدبون وفق قرار المحكمة الاتحادية العد والفرز اليدوي للمراكز المطعون فيها وعليها شبهات تزوير، فإن العمل سيكون خلال مدة وجيزة لا تتجاوز 7 أيام. من جانبه فقد كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي الاثنين عن موعد إعلان كتلته الأكبر التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة. وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي إن جميع التحالفات التي حصلت مؤخرا غير حقيقية، وإلى هذه اللحظة لا يوجد أي تحالف حقيقي أو رسمي بين جميع الأطراف السياسية، مبينا أن دولة القانون لديه حراك وحوارات مع القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر. توقعت النائبة السابقة جميلة العبيدي أن تكون الحكومة المقبلة أضعف حكومة في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن البعض وقف متفرجا وكان شاهد زور على نتائج الانتخابات التي وصفتها بالمخزية. وقالت العبيدي في تصريح صحفي إن البعض وقف متفرجا وكان شاهد زور على نتائج الانتخابات، بل وينتظرون المصيبة التي تحل بشعبه ووطنه بقصد مع سبق الإصرار والتخطيط، مشيرة إلى أن هنالك جهات أرادت الإطاحة بمجلس النواب والعملية السياسية للتغطية على التزوير، وذلك على حد وصفها. فيما كشفت النائبة السابقة نهلة الهبابي عن زج عدد من الموظفين التابعين لأحزاب وكتل داخل مفوضية الانتخابات لتغيير نتائج العد والفرز اليدوي. وقالت الهبابي في تصريح صحفي إن قرار مفوضية الانتخابات بالعد والفرز الجزئي لصناديق الاقتراع لا جدوى منه ولن يغير من نتائج التزوير الذي شهدته العملية الانتخابية. وأضافت أن نسبة التزوير التي شهدتها العملية الانتخابية تجاوزت
تجاوزت 60%، ومن غير الممكن أن يتم العد الجزئي دون الشامل ومخالفة تعديل قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب. قضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين بأن الجهة المختصة بالفصل في المنازعات بين المرشحين لانتخاب عضوية مجلس النواب هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك إن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وفي المادة 8 منه قد حصر صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بالإدارة الانتخابية لحل المنازعات، وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن القرار الذي تصدره بشأن هذه المنازعة يكون قابلا للطعن أمام الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية. أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية قرارا يقضي بتأييد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمن إجراء العد والفرز اليدوي. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن قرار الهيئة القضائية جاء تماشيا مع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص بالنسبة للمراكز الانتخابية التي رفعت بشأنها شكاوى فقط وليس جميع المراكز في عموم العراق. إلى الشأن الأمني، حيث ذكر مصدر أمني أن قرية مبارك الفرحان التابعة لناحية العظيم تعرضت إلى هجوم إرهابي لعناصر من تنظيم داعش. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح صحفي أن عناصر من تنظيم داعش هاجموا من محاور عدة قرية مبارك الفرحان على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، حيث استخدموا أسلوب القنص عن بعد ما أسفر عن إصابة 6 من مقاتلي الحشد العشائري بجروح متفاوتة. وأضاف أن أهالي القرية تكاتفوا وصدوا الهجوم الثالث من نوعه خلال 5 أيام فقط، مبينا أن القرية تتعرض إلى ضغط أمني ووضعها حرج للغاية وبحاجة إلى تعزيزات. فيما نفى مركز الإعلام الأمني اليوم الاثنين صدور توجيه من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي باستقطاع مخصصات الخطورة عن جميع منتسبي القوات الأمنية. وأضاف البيان أننا نلاحظ أنه بين الحين والآخر يتم الترويج لهذه الشائعات والأخبار الملفقة، وقد تم نفيها لأكثر من مرة من قبل الجهات المختصة، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث شائعات مغرضة. قضت محكمة جنايات ذي قار اليوم الاثنين أحكاما بالإعدام والمؤبد بحق 3 إرهابيين ارتكبوا جرائم عدة في بغداد وذي قار وديالى. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان إن محكمة جنايات ذي قار قضت بالإعدام على إرهابيين بتهمة التهجير القسري، أما الثاني فمدان بتفجير مفخختين فيما تم الحكم بالسجن المؤبد على ثالث بتهمة الاشتراك في تفجير منازل المواطنين والمنتسبين من القوات الأمنية. أعلنت مديرية شرطة ميسان اليوم الأحد عن إلقاء القبض على متهمين مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، فضلا على ضبط مخلفات حربية ومواد مخدرة وإلقاء القبض على مروجيها. وقالت المديرية في بيان إن قوات الشرطة نفذت عملية أمنية موسعة بمناطق منتخبة من المحافظة لفرض هيبة القانون وملاحقة المطلوبين للقضاء، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية وبمخالفات متنوعة.
قال عضو مجلس محافظة صلاح الدين خزال حماد إن مجلس المحافظة ليس ضد الاستثمار أو الخصخصة، لكن ليس في الوقت الحاضر. وأضاف حماد إن تجربة المحافظة في مجال الاستثمار كانت سيئة، في إشارة إلى استثمار معمل الأسمدة الكيماوية، فيما أعرب عن أمله في الإبقاء على الشركات المنتجة في المحافظة ضمن إدارة القطاع الحكومي، وذلك لضمان حقوق موظفي هذه الشركات. بلا أسرار. مشاهدينا، وينضم معنا الآن عضو مجلس محافظة صلاح الدين الأستاذ خزعل حماد. مرحبا بك سيدي الكريم. هل تسمعني أستاذ خزعل؟ أستاذ خزعل أنت على الهواء، مرحبا بك. حياك الله. تمام، اهلا اهلا بك استاذ خزعل. يعني ما هو سبب عدم قناعتكم بالاستثمار في شركات محافظة صلاح الدين؟ تفضل. حقيقة اتحدث عن الاستثمار يعني الذي ابتدعته وزارة الصناعة، نعم، غير ما قانون يغطي هكذا نوع من الاستثمار، وخاصة التي تم تطبيقها على مصنع الأسمدة الشمالية في بيزي والذي يتبع لوزارة الصناعة. وزارة الصناعة في محافظة صلاح الدين حقيقة لديها ثلاث مصانع كبرى ورئيسية، مصنع الأسمدة الشمالية في بيتي، وأيضا مصنع الزيوت النباتية في بيتي، ومصنع أدوية سامراء في مدينة سامراء. هذه المصانع من بعد 2003 وزارة الصناعة تمدد سياسة الخصخصة والاستثمار بالشراكة، وحقيقة يعني منذ ذلك الحين من 2003 لحد الآن مؤسسات الوزارة في محافظة صلاح الدين متلكئة، كل الكوادر، معظم الكوادر في الأسمدة الشمالية غادرة الوزارة، نعم، الوزارة أصبحت وزارة صارفة للكوادر والخبرات المهمة، وأيضا هذه المصانع توقفت عن الإنتاج لسبب أو لآخر. اليوم الحديث أيضا عن مصنع أدوية سامراء، هذا المصنع العتيق والذي أنتج أدوية ضمن مواصفات عالمية، وحقيقة كانت المصانع في المنطقة وليس داخل العراق فقط تتمنى أن تحصل على صفقات من هذه الأدوية من إنتاج مصنع الأدوية في سامراء، وللأسف اليوم المصنع يمر بمشاكل إدارية كبيرة وتحاول الوزارة أيضا عرضه للاستثمار. نعم. هذا التكرار تجارب حقيقة غير ناجحة، وإحنا في مجلس محافظة صلاح الدين في أكثر من مرة طالبنا وزارة الصناعة عبر بيانات إعلامية ورسمية، نعم، أن تتوقف عن هذه السياسة وتعيد العمل وتعيد الموظفين في هذه المصانع وتبدأ تشغيلها من جديد. لا زال موظفي الأسمدة يستلمون دفعات، والكثير منهم غادر المصنع، وموظفي مصنع الزيوت النباتية أيضا يستلمون على شكل دفعات، لا أعرف هذه السياسة. طيب بالمقابل يعني بالمقابل إدارة شركة سامراء يعني تتكلم ربما عن عدم وقوف مجلس المحافظة أيضا تجاه قضاياها، يعني ما موقفكم من هذا الموضوع خاصة في هذه الأزمة؟ مجلس محافظة صلاح الدين معني بهذا الموضوع وحكومة المحافظة من جانب اقتصادي، هو معني من الجانب الإداري لأنه هو يتبع إلى وزارة ومنتج، يتبع إلى وزارة الصناعة ومنتج هذا المصنع يصدر منتج في وزارة الصحة كتسوير. أما مجلس المحافظة حقيقة ليس له سلطة إدارية على مؤسسات وزارة الصناعة. نحن نتحدث عن الفائدة الوطنية والاقتصادية لمحافظة صلاح الدين وللبلد بشكل عام، نتحدث من باب المصلحة الوطنية. نعم. وهذه المؤسسات في محافظة صلاح الدين السياسة المتبعة في إدارتها أدت إلى طيب يعني هنا أستاذ خزعل يعني ما هو دوركم، يعني بصراحة ما هو دوركم إذن في مجلس المحافظة تجاه الشركات العاملة في محافظة صلاح الدين وخاصة مصنع أدوية سامراء؟ يعني الآن على سبيل المثال نتحدث على مصافي،
نعم. هل نحن معنيين بشكل مباشر بموضوع المصافي في وزارة سيادية؟ نحن نذهب نتحدث مع وزارة النفط، نذكر نفاوض أو نتعاور في مشكلة تخص مؤسسة تتبع تلك الوزارة موجودة على أرض محافظة صلاح الدين، كذلك مؤسسات التي تتبع إلى وزارة الصناعة، نذهب نتحدث مع الوزير، يذهب السيد المحافظ ورئيس المجلس ونشرح المشاكل التي تواجه هذه المصانع والأضرار التي لحقت في العوائل أو لحقت في الموظفين الذين يعملون في هذه المصانع. معناها طيب معناها استاذ خزعل، يعني معناها استاذ خزعل ايضا وبلسان حال يعني الذين يريدون الارتقاء بانتاج الشركه، هؤلاء لهم راي يقول لك اذا ما المجدي من بقاء يعني شركات المحافظه بهذا الوضع المتعثر ما دام هي ما زالت اما على التمويل الذاتي او يعني المنتج ربما ايضا لا يحصل على سوق تصريف كما هو الحاصل احيانا في انتاج الشركه العامه لصناعه الادويه والمستلزمات الطبيه سامراء. يعني استاذ انس، يعني حتى كمواطن سامراء او مواطن صلاح الدين، نعم، او كمسؤول بالتاكيد يشعر بمراره انه احنا عندنا هكذا مصنع ينتج ادويه بمواصفات عالميه، وبالتالي لا يجد من يسوق له هذه الادويه بالوقت الذي نجد فيه منتجات هنديه تستوردها وزاره الصناعه او من دول عربيه مجاوره او غير عربيه ايضا، والأسواق مليئة بهذه العلاجات التي هي ربما خارج المواصفات. لماذا لا يتم تسويق أدوية مصنع سامراء؟ لماذا وزارة الصحة لا تشتري هذا المنتج وتوزعه على مؤسسات الصحية في البلد؟ هذه أيضا مسؤولية اليوم نداء نرفع إلى رئاسة الوزراء، نعم، لكي توجه وزارة الصحة لدراسة مسألة شراء الأدوية من مصنع أدوية سامراء وتسويقها عبر مؤسسات الصحية. المواطن اليوم يثق بأي دواء كان مكتوب عليه صنع في سامراء، ثقة مطلقة، لكن الدواء الذي يأتي حتى لو يأتي من مصنوع بإنجلترا اليوم المواطن يخشى من أن هذا الدواء غير حقيقي غير أصيل، لكن إذا كان علامة صنع في سامراء أخي اكتسبت ثقة مطلقة لدى المواطن العراقي، هذا الثقة المطلقة من الصعب بناءها إلا عبر سنين طويلة. كيف نفرط بهذه العلامة؟ كيف إحنا خلنا نتحدث كعراقيين، هذا المنتج أصبح منتج وطني، رمز من رموز الصناعة الوطنية، واليوم للأسف وزارة الصناعة تتعامل يعني قلة مسؤولية حول هذا الموضوع. طيب يعني أريد أن أسأل سؤال يعني عن فائدة نقل الصلاحيات أستاذ خزعل، إذا تم نقل صلاحيات مثلا وزارة الصحة، يعني هل بإمكانكم مثلا آنئذٍ أن يتوزع إنتاج الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء على مستشفيات والمراكز الصحية في محافظة صلاح الدين؟ هل تعتقد أن هذا الحل ربما سيكون أجدى في حال تم نقل صلاحيات وزارة الصحة إلى المحافظات؟ إذا كنت تسمعني جيد أستاذ أنا، وزارة الصحة مسألة شراء الأدوية اعتبرتها مركزية وهي ليست من ضمن الصلاحيات المنقولة، لكن أنا أقول إذا تم نقل هذه الصلاحية إلى محافظة صلاح الدين فمن المؤكد اليوم أن محافظة صلاح الدين سوف تقوم بالتعاقد مع مصنع أدوية سامراء والاستفادة من منتجات هذا المصنع وفي مؤسساتنا الصحية ضمن المحافظة. لكن اليوم لوزارة الصحة رأي في هذا الموضوع، خلاص تعطينا رأيها. يعني نعم استاذ خزعل، يعني انت معي ما زلت معي؟ اسال اخيرا ما الذي سيضمن حقوق الموظفين في حال كان خيار الحكومه العراقيه ان تتجه للاستثمار والخصخصه؟ ما الذي سيضمن حقوق هؤلاء الموظفين؟ يعني مرات يعني ايضا الوزاره حقيقه وزاره الصناعه وضعت الموظف في حرج بحيث يقبل بآليه معينه من الاستثمار، وإلا ضمن ما أعلم من معلومات أن الموظف حتى لا يرغب بهذه القضية. الموظف يريد أن يعود إلى الصيغة الأصلية
نعم. هو الدولة وتصنع مصنع قطاع حكومي، والوزارة هي المسؤولة عن تسويق هذا المنتج. والموظف يعمل ويستلم راتبه في نهاية الشهر وهو مطمئن، هو عياله على مدخله او نعم. دخله المادي. نعم، عضو مجلس محافظة صلاح الدين استاذ خزعل الحماد، كنت ضيف نشرتنا وعبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك. اخبار بلا اسرار. ما زلنا في صلاح الدين، حيث احال مجلس المحافظة مدير ومعاون حسابات تربية المحافظة الى هيئة النزاهة بسبب الاستقطاعات التقاعدية فيما قرر تسديد القروض الى موظفي التربية. وقال مصدر مطلع ان المجلس قرر اعفاء مدير ومعاون تربية صلاح الدين واحالة اوراقهم الى هيئة النزاهة بسبب قيامهم بالاستقطاعات التقاعدية من رواتب الموظفين، مبينا انه تم فتح تحقيق بذلك. واضاف المصدر ان المجلس قرر أيضا تسديد القروض إلى موظفي التربية بعد إنجاز التحقيق الإداري من قبل هيئة النزاهة. استنكر أهالي سامراء في وقفة احتجاجية العمل الإجرامي الذي أقدم عليه عناصر تنظيم داعش بقتل المختطفين الستة من أبناء محافظتي كربلاء والأنبار. تفاصيل أوفى مع الزميل مصطفى عبد الحميد. نظم العشرات من أهالي مدينة سامراء وقفة احتجاجية على غياب الدور الحكومي تجاه الأشخاص الذين أقبلت عناصر إرهابية على اختطافهم ومساومة الحكومة عليهم، إلا أنهم قتلوا بعد عجز الحكومة عن إطلاق سراحهم. اليوم وقفة استنكارية من أبناء مدينة سامراء لما قام به الإرهابيين بقتل عدد من الرهائن من أبناء محافظة الأنبار ومن أبناء محافظات الجنوب، لأن ما شفنا ردة فعل من قبل الحكومة تجاه المختطفين اللي قتلوا. اليوم تكرر نفس الشيء، اليوم عدد من المواطنين تم اختطافهم عن نفس هذا الطريق. وين الحكومة؟ وين القوات الأمنية؟ ليش هذا الطريق اللي أصبح يعني مع الأسف يعني شارع، هذا شارع الموت، شارع الاختطاف؟ فنرجو تأمين هذا الطريق حتى يكون سالك ومؤمن. احنا أولادنا الشهداء من الأنبار أو من كربلاء أو من جميع أنحاء العراق، احنا دم واحد وعراق واحد. وتكررت اليوم اللي انخطف هو ضابط وشاب وياه، احنا كليتنا مستنكرين هذا الوضع ومستنكرين هذه الاعداء. ان شاء الله يا ربي يحفظ الجميع. يعني صعبه، ما اعرف شو لك، يعني نشوف دموع الاطفال والارامل والمن. يعني ناشطون مدنيون ادانوا العمليه الارهابيه باعدام 8 شباب من عده محافظات، داعين خلال هذه الوقفه الى اتخاذ اجراءات امنيه حقيقيه تسهم في حماية أرواح المدنيين والعسكريين على حد سواء. والله اليوم يعني القلب يجرأ ينزف دما على أرواح شهدائنا الذي نالتهم يد الغدر، وهذا مصاب كل العراقيين الشرفاء. وأنا أعتبر كل واحد يلزم عراقي ويقتله أنه هو مو عراقي ولا يرتبط بالعراق. واحنا اليوم حتى ما تتكرر هذه الحالات، حالة الدماء، حالة القتل، حالة الدمار، نقف هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل تنظيم حياتنا وهي بالحب دائما والإخاء، ونستنكر جميع الأشياء اللي هي موجودة في مجتمعنا، وحتى ما تتكرر هذه الحالة مرة أخرى، لأنه أكيد احنا هذه الحالة تؤلمنا. ويتطلع مواطنو المحافظات العراقية إلى إجراءات أمنية حقيقية تسهم في تأمين الطريق المؤدي إلى كركوك وبقية الطرق الاستراتيجية لمنع تكرار حالات الاختطاف والقتل. لقناة سامراء مصطفى عبد الحميد، سامراء. شكى عدد من فلاحي سامراء من ارتفاع بدلات إيجار أراضيهم الزراعية وقلة التجهيز بالأسمدة، فضلا على عدم وجود جهة رقابية تحمي منتجهم الوطني. التفاصيل مع هذا التقرير. معاناة الفلاح تتفاقم مع دخول المستورد وانخفاض أسعار محصوله إلى مستويات لا تعطي مصاريف الزراعة، في ظل غياب الدعم الحكومي ومطالبة الفلاح بتجديد العقود الزراعية مع فرض بدلات إيجار تثقل كاهله. اللي عنده عقد 100 دونم لازم يدفع له فد مليون دينار، أكثر من مليون دينار، إضافة للروتين القاتل. لذا ناشدنا أكثر من جهة، واليوم نناشد الأخ قائد عملية السرايا، السيد قائد عملية سامراء، السيد المحافظ
على أن يأتي بحصة سامراء من مادة الأسمدة إلى مخازن سامراء. لدينا مخزنين في داخل سامراء يتسع إلى 2000 طن. منذ 3 سنوات لم تأتي حصة سامراء ولا نعرف ما السبب. إحنا بالنسبة لنا فلاحين نعاني معاناة كبيرة من الناتج اللي جينا من خارج البلد. هالبلد جينا من خارج الحدود العراقية. الناتج يعني زرعنا اليوم هاني فلاح أودي الحاصل للسوق يبقى يوم يومين ما ينباع. اليوم البصل سعر البصل العلاقة 20 كيلو سعرها 2000 دينار. من ما كنا يجينا من خارج القطور الكيلو ب1000 وربع. زين شنو ذنب الفلاح اللي حاليا الكيلو ماله يطلع 125 دينار من اللي يقبله في وقت الحاضر هذا؟ دائرة الزراعة أكدت أن نسبة 70% من العقود لم يتم تجديدها، وأن بعض العقود مضى عليها أكثر من 25 سنة ولم تجدد، مؤكدين على تقديم التسهيلات بخصوص السنوات التي مرت بظروف أمنية قاهرة. العقود الزراعية حاليا توجد مشكلة كلش كبيرة في مديرية الزراعة صلاح الدين بخصوص العقود الزراعية، لأنه توجد نسبة كبيرة من المزارعين الكرام خاصة في شعبة زراعة سامراء لم يجددوا عقودهم الزراعية. تصل هذه النسبة إلى حوالي 70% من مساحة الشعبة عقودهم حاليا غير مجددة، وهذا خلاف المنطق. فكتسهيل للفلاحين عممنا للفلاحين ومزارعينا الكرام حتى يكون هنالك تجديد ولو نسبة مو مريد 70% السنة تتجدد، وإنما 30% أو 20% أو 40% حتى سنة بعد سنة نقضي على هاي المشكلة اللي تواجه الزراعة. فسوينا إجراء حاليا تسيير المعاملات، لأنه المزارعين ما يراجعون بخصوص تجديد العقود. فكإجراء عدم تسيير المعاملات إذا لم يكن هنالك تجديد العقود الزراعية. وبالنسبة 20% أو 30%، لأن حسب معلوماتنا وطلاع الأراضي الزراعية قسم المزارعين 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة لم يجدد العقد الزراعي. يا ترى هذا المزارع مطلوب للدولة أو هالعقد ما مستغل زراعيا؟ بأي حق يبقى المزارع 25 سنة أو 30 سنة ما مجدد العقد؟ فتح الحدود وقلة الدعم الحكومي وفرض الإيجارات وغيرها من الأمور أدت إلى تراجع الزراعة بالمحافظة لتنتقل من مصدرة لتلك المحاصيل إلى مستوردة لها. لقناة سامراء مصطفى عبد الحميد، سامراء. تشهد مناطق العاصمة بغداد تغييرا واضحا على معظم الأحياء، فتقطيع المنازل ضيق بشكل واضح على سكان الأحياء، وهو ما ولد ضغطا على الخدمات الرئيسة من ماء وكهرباء. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل مصطفى السلمان. من أحياء واسعة وبيوت تزهر بعمرانها، خضعت لمعايير الأحياء المنتظمة إلى أحياء باتت تضيق بأهلها، وبيوت قطعت بعد أن تحولت معظم المناطق إلى بيوتات صغيرة جدا. ضيق تعود أسبابه إلى العام 2006، ومنطقة العامرية غرب بغداد كانت العينة. السبب الرئيسي هو ما مر به العراق عام 2006 و2007. هسه بغداد هي تغيرت، شكل أحياء بغداد تغيرت. يعني أنت تدخل لي بأي زقاق ما راح تلقي 600 إلا ما ندر، ماكو 600 وقت، كلها تقطعت 50 و100 متر، وهذا الشيء أثر سلباً على الخدمات الأساسية. الخدمات كلها تأثرت من ناحية تقطيع رصات المنازل الصغيرة، كأنما عاصمة أخرى، وإنما كانت هي بغداد يعني باسعات الشوارع والأزقة، هسه لا والله. يعني ضعف الرقابة الحكومية والاعتكاف دون استحداث أحياء جديدة كان سبباً في زخم المنازل والاكتظاظ السكاني في الحي الواحد، أما الضرر فقد ألحق بالخدمات بشكل عام. يصير حل وشد غير هنا أنا ما هي هسه 50s و20s وزخم على الكهرباء على الماء على المجاري على كل شيء تأثر على العدد السكاني بالمنطقة، من تأثيرها قوي بالناس. الناس ما عندها إمكانية، بس الحل من ناحية الحكومة تقدر توزع أحياء سكنية وقطاع أراضي ويقعدون بها العالم. التقطيع في الدور السكنية لا تعزى أسبابها على المواطن، إنما تعزى أسبابها على الدولة والمسؤولية الاقتصادية. لو كان لديهم شقق سكنية ومشاريع إسكان لما لجأ المواطن إلى هذه الأمور. أما الأسباب القريبة من المواطن هي ارتفاع الأسعار والآجارات وضخامة السوق، هذه تبدي تجعل المواطن يفتش عن زوايا قريبة للعيش عائلته. ويزداد الضغط على الماء والكهرباء كلما ازدادت ظاهرة تقطيع المنازل
التي باتت تأكل بشكل واضح وجلي مناطق العاصمة. ويرى مواطنون أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن أحياء بغداد ستتغير كليا في السنوات المقبلة، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لإيجاد حل ناجع لتلك الظاهرة. من بغداد مصطفى السلمان. أكد وزير النفط جبار اللعابي استمرار المباحثات مع أربيل وأنقرة لإعادة تصدير النفط العراقي من حقول كركوك عبر مئن جيهان التركي. وقال اللعابي أن المباحثات بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان والجانب التركي مستمرة من أجل إعادة تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان، موضحا أن قرار إعادة التصدير يعتمد على نتائج المباحثات، كما أن الطاقة التصديرية ستحدد وقتها. أعلن البنك الدولي أن البنك المركزي العراقي نجح في تعزيز الثقة بين المصارف والمواطنين، كاشفا عن إقامة 6 مشاريع في العراق خلال العام الجاري بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار. وقالت ممثل البنك الدولي في العراق يارا سالم إن البنك الدولي قدم رزمة كبيرة من المشاريع في العراق تتمثل بالقروض الهادفة لتحسين الأوضاع في المناطق المحررة وتطويرها، لافتة إلى أن الأعوام المقبلة ستشهد توسعا في المشاريع وبقطاعات مختلفة منها النقل والتعليم والصحة. مشاهدينا، في الختام نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.